حياتنا هي مرآة لقراراتنا، وكلياتنا بناخذ قرارات بحياتنا، احنا بنقول هيك، لكن هاي القرارات في منها الكبير وفي منها الصغير، والمخ هذا هون بيتعب زي العضلي بيتعب، وعلشان هيك بصير اخر شيء المخ ياخذ قرارات بشكل عشوائي. عشان هيك ما بنقدر ناخذ كل قرار بحياتنا بشكل سريع، لانه ما راح يكون قرار سليم. وبعض الناس بياخذ قرارات مصيريه بحياته بسرعه، زي انه يطلع من شركه، يطلع من جامعه، يدرس اشي معين، او اشي اخطر من هيك بكثير، مثل اختيار زوجي او طلاق، او بياخذ بسرعه في وقت قصير بلحظه عشوائيه في لحظه عصبيه. اي اشي بناخذه في وقت عصبيه وبشكل عشوائي لازم نبعد عنه، لازم نبعد عن هذا الموضوع قد ما نقدر في لحظة عصبية. ولو سألت حالك القرارات كلها اللي أخذتها بحياتك في وقت عصبية وأخذتها بشكل سريع، قديش أنت مبسوط من هذه القرارات؟ أنا بتحداك ما راح يكون أكثر من 10%، هذا إذا كنت مبسوط. في النهاية أنا بنصحك أنه دائما القرارات الكبيرة خذها بوقت وانت هادي، واعطي حالك 24 ساعة لحتى تفكر، وافضل من ذلك انك تصلي ركعتين استخارة، تدعي دعاء الاستخارة لله رب العالمين، تطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر لك الاحسن والافضل في القول والعمل. الله يوفقكم، مع السلامة.